وهو فكر في الأمر، قبل 10 سنوات فقط كانت الهواتف المحمولة مزودة بكاميرا صغيرة بدقة 5 ميجا بكسل ودقة شاشة منخفضة وإنترنت الجيل الثالث 3G. انبهرنا بهذه الميزات في ذلك الوقت، لكن أصبحت جميعها الآن آثاراً قديمة مقارنة بما لدينا في الوقت الحالي. إذن إلى أي مدى ستتطور هواتفنا في غضون 10 سنوات؟ حسناً، لنرى معاً. لقد قضيت يوماً شاقاً في العمل ولا تشعر بأي رغبة في الطهي، لذا تقرر طلب طعام جاهز، تخرج هاتفك بينما تقلك سيارة أجرة بدون سائق إلى منزلك. لجهازك بعض أوجه الشبه مع الموديل القياسي للعام 2020، فهو نحيف ويحتوي على شاشة كبيرة، لكن بمجرد أن تنظر إليه يرصد سنسور الحركة الداخلية مع الكاميرا المزدوجة المخفية بدقة 36 ميجا بكسل اتجاه عينيك ويشغل الهاتف، كما أن الهاتف شفاف بالكامل، يمكنك رؤية يدك بوضوح عبر هيكل الهاتف، ومع ذلك لا يزال يعرض جميع الأيقونات والعناصر الضرورية مثل الوقت والطقس والرسائل والمكالمات إلى آخره. تختار وظيفة التوصيل من مطعمك المفضل القريب وسيصل الطعام في غضون 10 دقائق. لا يمكنك رؤية سائق التوصيل وهو يتحرك على الخريطة فحسب، بل يمكنك أيضاً مشاهدته عبر كاميرا مدمجة مركبة على دراجته. لن يتمكن من سرقة قطعة أو قطعتين من وجبتك. تسأل سيارة الأجرة عن المسافة المتبقية ويرد صوت الذكاء الاصطناعي الجميل 5 دقائق فقط. تقرر لعب لعبة على هاتفك المحمول لتمضية الوقت، تفتح الهاتف مثل كتاب ويبدو الآن كجهاز لوحي صغير. رسومات الجرافيكس في اللعبة رائعة للغاية، لدرجة أنك تشعر بأنك تشاهد مقطع فيديو لسباق حقيقي. تقود السيارة وتتحمس كثيراً لدرجة أنك تثني هاتفك، لكن الشاشة بخير وتستمر في عرض تلك الصورة الصافية. تم تقديم الهواتف ببطارية وشاشة مرنة في عام 2018، ومحاولات المطورين لتكبير الشاشة ستجعلها تحتل 100% من مساحة الهاتف في المستقبل، ويمكنك مشاهدة أفلام ومقاطع فيديو على شاشة التلفزيون المتنقلة هذه في أي مكان. تقف سيارة الأجرة أمام منزلك، تسجل خروجك من اللعبة، لكن لا تمرر إصبعك عبر الشاشة للقيام بذلك، بل يكفي أن تمرره في الهواء. ترصد الكاميرا ذلك وتغلق التطبيق، ثم تطوي الجهاز اللوحي ليصبح هاتفاً وتلفه حول معصمك كسوار. ومع هذا السوار تمشي إلى منزلك وتقول افتح الباب الأمامي، يتعرف الهاتف على صوتك ووجهك ولون عينيك، وها أنت داخل منزلك. الهاتف السوار المرن لن يكون الجهاز الذكي الرائع الوحيد الذي قد يظهر في السنوات العشر القادمة. بدأ فعلياً تطوير أساور ذكية مرنة صغيرة، ما عليك سوى ارتداء السوار على معصمك، وسينشئ هذا السوار صورة مجسمة لواجهة هاتفك. يمكنك التعامل مع هذه الواجهة بأصابعك ومشاهدة مقاطع فيديو وكتابة رسائل وإرسالها وإجراء مكالمات. إنه أشبه بشاشة هاتف على ذراعك، لكن هناك مشكلتين فقط قد تمنعانك. أعني تمنع نسختك المستقبلية في عام 2030 من امتلاك سوار الهاتف المجسم الرائع. بطارية صغيرة مرنة يمكنها الاحتفاظ بشحن طويل بما فيه الكفاية، ونظام صور مجسمة عالي الجودة يمكنه قراءة أوامرك. إن ظهر بحلول عام 2030 فقد يؤدي فقط وظائف أساور اللياقة البدنية العادية ولا شيء أكثر. حسناً، تحلى بالصبر، فلا يزالون يعملون على تطويره. تضع هاتفك الشفاف على شاحن لاسلكي، وهذا الشاحن على عكس الشواحن في 2020 يشحن هاتفك بسرعة أكبر، فبعد 10 دقائق فقط يصل شحن هاتفك إلى 100%، وهذه البطارية يمكنها بسهولة الاحتفاظ بالشحن ليومين. كما تحتوي بعض الأجهزة الذكية الحديثة على وظيفة داخلية للشحن باستخدام الطاقة الشمسية، لكنها ليست بتلك الجودة، خاصة في الأماكن التي لا تكون فيها أشعة الشمس ساطعة أو متواجدة بما يكفي. الشحن بالاحتكاك مع جسمك سيبدأ في الرواج، وهو نوع من الطاقة الحركية. افرك ظهر الهاتف وتكون قد انتهيت من شحنه. تصل البيتزا إلى منزلك وأنت غارق في التهام بيتزا البيبيروني والجبن، تتلقى إشعاراً على هاتفك.
ودون لمسه بأصابعك المتسخة تفتح الرسالة بإيماءة من يدك. تظهر صورة مجسمة مع فيديو 8K مباشرة فوق الهاتف وتعرض الرسالة. أصدقاؤك في حفلة وهم متشوقون لقدومك، استعجل، فقد وعدت بأن تحضر في وقت قصير. لا تعاني هذه الهواتف في تحميل مقاطع الفيديو عالية الجودة في غضون ثوان، ولا يعود السبب لوجود شبكة واي فاي في كل مكان في العالم، رغم أن ذلك سيكون رائعاً، بل لوجود نوع جديد من بيانات الجوال. لكن دعني أولاً أنعش معلوماتك حول هذه البيانات. ظهر اتصال 1G بسرعة 1.9 كيلو بت في الثانية في الثمانينات. في عام 1991 ظهر 2G بسرعة مقاربة ل 9.14 كيلو بت. في عام 2002 حصلنا على 3G مع سرعة نقل وصلت إلى 3.4 ميجا بت. وابتداء من عام 2008 منحنا 4G سرعة 1 جيجا بت. في عام 2018 ظهر 5G مع سرعة 6.5 جيجا بت في الثانية. تتحسن بيانات الجوال كل 8 إلى 10 سنوات، لذلك يتوقع ظهور 6G في عام 2030، وسترتفع سرعة نقل البيانات إلى 1 تيرا بت في الثانية، وسيعادل ذلك تحميل 250 فيلماً في ثانية واحدة، وستصبح مشاهدة برامجك وأفلامك المفضلة مثل النظر من النافذة، وقد تكون جودة الصور أفضل من الواقع نفسه. لكن هل يستطيع هاتفك الاحتفاظ ببيانات كثيرة؟ بكل تأكيد بفضل التخزين السحابي. سيزيد خلال 10 سنوات وتصبح ذاكرته غير محدودة تقريباً، لكن ستتغير شرائح الذاكرة وذاكرة الهاتف الداخلية أيضاً. فقد ابتكر العلماء أقراص 5D، وهي عبارة عن أقراص صغيرة رقيقة شفافة يمكنها تحمل النيران والجليد وتخزين 360 تيرا بت من البيانات لمليارات السنين. واو! ستصبح هذه الأقراص رائجة مثل محركات أقراص الفلاش العادية في المستقبل القريب، وسوف تتضمنها الهواتف الذكية. تستقل سيارة أجرة أخرى للذهاب لحفلة أصدقائك وتشاهد غروب الشمس الجميل خارج النافذة. تمسك بهاتفك وتشغل الكاميرا وتقوم بالتقريب 100 مرة. تظهر لك الكاميرا صورة شديدة الوضوح والصفاء. ترى بوضوح سرباً من الطيور المحلقة باتجاه الشمس الغائبة. يمكنك رؤية منقار كل طير ولون ريشه اللامع. يرسل الهاتف إشعاراً على الفور: هذا حمام معروف. تقول في نفسك: لا يزال جميلاً بالنسبة لي. وتلتقط صورة بوزن 5 جيجا بايت وتحملها على حسابك في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي. كل ذلك في غضون ثوان بالطبع. أنت تتحقق من حصولك على إعجابات عندما تشعر أن سيارة الأجرة توقفت فجأة. يبلغك الذكاء الاصطناعي أن هناك مشكلة في المحرك وأن خدمة الإصلاح ستصل عما قريب. لكن ليس لديك وقت للانتظار، لديك الأدوات اللازمة للإصلاح في راحة يدك أو حول معصمك، إنه هاتفك. تخرج من السيارة وتفتح غطاء المحرك وترى ما بداخله: المحرك وأسلاك وقطع لامعة، لا شيء واضح. تنتقل إلى تطبيق مزود بواقع معزز وتوجه الكاميرا إلى محرك السيارة. يجري التطبيق تشخيصاً ويشير إلى الجزء المعطل من المحرك عبر الشاشة، كما يوضح كيفية إصلاحه أيضاً. من حسن حظك فإن المشكلة ليست كبيرة وتصلح المحرك بيديك. في عام 2020 تساعدنا تطبيقات الواقع المعزز على اختيار الآثاث والملابس والتصاميم. يمكنك الحصول على نصائح وتوصيات جيدة بشأن إصلاح وتزيين شقتك باستخدام هاتفك فقط. وفي المستقبل ستستمر هذه الوظيفة في التطور، وستتمكن من استخدام هاتفك في جميع المجالات، بدءاً من إصلاح سيارة أو بعض الأجهزة الكهربائية في المطبخ، وانتهاءً بتحليل طبي خارجي للجسم. تعود إلى سيارة الأجرة وتصل أخيراً إلى الحفلة. موسيقى ومشروبات وطعام ونافورة صغيرة في الفناء. لحظة، هذا بابي يأخذ وضعية للتصوير إلى جانب خرطوم ماء الحديقة. المنزل مليء بأشخاص سعداء، لكن يحدقون جميعاً في هواتفهم. يتراسلون، يلتقطون صوراً ويمنحون إعجابات لصور الآخرين،
ويتفحصون المستجدات على حساباتهم، لا أحد يتحدث مع الآخر. تتذكر كم كان عام 2020 رائعاً عندما لم تكن هناك شاشات شفافة أو سرعة إنترنت غير محدودة، عندما كان الشحن ينفد بعد بضع ساعات، وعندما كان الناس يعتمدون أقل على الأجهزة الذكية. وبعد بضع ثوان من الحنين إلى الماضي، تعود إلى هاتفك للدردشة مع أصدقائك. لكن لا يمكنك منع نفسك من التساؤل، كيف ستتطور الأجهزة الذكية في المستقبل الأبعد؟ كيف ستبدو هذه الحفلة في عام 2050 مثلاً؟ على الأرجح أن البشر سيبتعدون تماماً عن الهواتف، سيتم دمج جميع وظائف الهاتف الذكي في عدسات رقيقة للغاية تتحكم بها قوة التفكير. سيختلط العالم الافتراضي مع العالم الواقعي، وسيصبح الذكاء الاصطناعي قادراً على استبدال إنسان حقيقي في التواصل، وربما سيصبح صديقك المقرب. وسأصبح عاطلة عن العمل، إنها فكرة غريبة. أظن أنه لا يسعنا سوى الانتظار ورؤية ما سيحدث. وفي الختام، إن كنت قد تعلمت شيئاً جديداً اليوم، فامنح هذا الفيديو إعجاباً وشاركه مع صديق. وإليك بعض مقاطع الفيديو الأخرى التي ستحوز على إعجابك. قم بمجرد النقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن، وتذكر، ابقى على الجانب المشرق من الحياة.